سيدنا السلام عليكم. وبسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وكيف تنقولوا جدودنا ما خلاو لنا ما نقولوا، شلا كلام موزون مرصع بمعاني، كلها حكايم عشت من بكري وعشنا بها في هاد الزمان. قولهم كان بحر، ايوا سمعوا اش قال. قالوا زمان الله يكره الراجل البطال ويحب المحترف، وقالوا خدم باش ما كان وتحاسب مع البطال. وزادوا في قولهم خدم باطل ولا تكون عاطل. وقالوا جدودنا خدم ديالك بيد وحده قبل ما تخدم ديال الناس بيديك بجوج. وقالوا اضرب الحديد ما حبدو سخون. وقالوا زمان الجود ماشي من الموجود او من مال الجدود، هو من عرق الجلود. وزادوا في قولهم عوين النصارى ولا قلاص الخساره. وقالوا النواض بكري بالذهب مشري، اما في الخدمه المتقونه وعكسها فقالوا شلا قوال، ضربها من يد المعلم تكفي. وقالوا سيادنا الوالا اللي بغى يمشي للسوق يكتف دجاجو بالليل. وزادوا في قولهم اللي زرب تعطل ولا زربة على صلاح، اما في انجاز العمل فقالوا تاني شلا قوال، تيخدم حديثه مغزل وحسابه تركاب. وقالوا المشغول ما عنده راحة. وقالوا ناس زمان تيدور خبزة من الهن. وقالوا مشغول مع حسابه وعدابه. وزادوا في القول كل واحد في سوقه تيبيع خروقه، أما في أجرة العمل قالوا زمان تسبيق الأجرة من تبطيل العمل. وقالوا الخدمة والمردود والو، أما في الخدمة من أجل الأسرة فسيادنا قالوا شلا قوال، اختارينا منهم الخدمة على الولاد بحال الحج والجهاد. وقالوا هز القفاة على ولاده ونختموا منقولهم العمال عبادة. اي والله يجيب لنا شي خديمة مردودها أكثر من عرقها، قولوا آمين. يوم بقى لي غير نقول الله يرحم من زار وخفف، وأنا قلت كلامي وغادي في حالي، تبقوا على خير.